بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع اللي هو chapter 1 من section 1.5 vector or cross product. أخذنا الضرب النقطي اللي هو dot product المرة الماضية، وبدأنا بالcross product. حكينا أنه A cross B two vectors بينتج عنه vector C، وحكينا أنه A cross B بيساوي C مثلا، إذا B cross A العكس بيساوي ناقص C، لانه حكينا الفيكتور سي هو عمودي على البلين اللي بيتكون منه A و B. فحسب قاعدة اليد اليمنى، اذا مدينا اصابعنا الاربعة نحو الفيكتور A وطويناهم نحو الفيكتور B اللي بيصنع معاه زاوية ثيتا، فبيكون الابهام الايمن يشير الى الفيكتور سي. فاذا عكسناهن B كروس A وكان موضح في المحاضرة السابقة، بينتج عنا عكس هذا الفيكتور، بدال السي بينتج عنا ناقص C. فمقدار هذا الكروس برودكت بيساوي مقدار A في مقدار B في ساين الزاوية ثيتا. طبعا من خلال هذا التعريف انه مقدار A في مقدار B في ساين الزاوية ثيتا، بنقدر نشوف اليونت فيكتورز اللي احنا تعلمناهن الاي والجي والكي. اي كروس اي وجي كروس كي وجي كروس جي وكي كروس كي كلهم بيساوين زيرو، لانه ساين الزاوية بيناتن زيرو لانه نفس الاتجاه، فالزاوية صفر فبيعطينا الصفر. هسا اي دوت جي لو نشير بالاصابع نحو اتجاه الاي ونطويه نحو الواي، فالابهام بيشير باتجاه الكي، فاي كروس جي بيعطينا كي. نفس الشيء اذا كانوا بنفس الترتيب، الترتيب اي جي كي، اذا كانوا بنفس الترتيب اي جي كي، فجي كروس كي بيعطينا اي، وكي كروس اي بيعطينا جي. اذا لخبطنا بيناتهم يعني بدل اي كروس جي عملنا جي كروس اي، زي ما شفنا بالبدايه بين الاي والبي، اذا عكسناهم بيطلع معنا اشاره سالبه، يعني بدل اي كروس جي بصير جي كروس اي، بتطلع عندنا ناقص الكي بدل الكي. فحطيت لكم اياهم هون، جي كروس اي بتساوي ناقص كي، وكي كروس جي الى اخره. فحطيت لكم دائره هون، اذا مشينا بهاي الدائره حطيت الاي والجي والكي اللي هن اليونت فيكتورز باتجاه الاكس والواي والزد، فاذا عملنا اي كروس جي بيطلع عندنا كي، اذا مشينا عكس عقارب الساعه جي كروس كي بيطلع معنا اي، كي كروس اي بيطلع معنا جي. اذا عملناها مع عقارب الساعه بتطلع الاشاره سالبه. فبشكل عام اي تو فيكتورز محطوط الكومبوننت الهم اللي هو اي اكس والاي واي والاي زد، ونفس الشيء بي اكس وبي واي وبي زد، اذا بدنا نعمل بيناتهم كروس برودكت بيطلع عنا النتيجه هو الديتيرمينانت للمصفوفه هاي. هاي طبعا اخذناها بالفيزياء عامه واحد اللي هو اي في جي في كي، اخذناها هذا الحكي في فيزياء عام واحد. بنحط الكومبوننت تبعت الاي بالسطر الثاني والكومبوننت تبعت بي بالسطر الثالث، وبنعمل عمليه اللي هي تحديد الديتيرمينانت لهي المصفوفه. فبيكون عندي اي اليونت فيكتور، بعدين بنغطي على العمود والصف اللي بيحتوي على اي، فبصير عندي اي واي في بي زد ناقص اي زد في بي واي. الكومبوننت الثاني بيكون ناقص جي بدل الجي، كنا هاي هيك طريقه حساب الديتيرمينانت اللي هي المحدده لهي المصفوفه. فبيطلع معنا هذا الجواب. هذا التطبيق يعني مباشر خلينا نحكي للكروس فيكتور. هون ماخذين مثال رقمي A تساوي 2 I ناقص 2 J ناقص 10 K، وفي عندي فيكتور ثاني B ناقص I زائد J زائد 5 K. فالديتيرمينات زي ما حكينا بنحط ال I وال J وال K في الصف الأول، الكومبوننت تبعت A بنحطها بالصف الثاني 2 ناقص 2 ناقص 10، والكومبوننت تبعت B ناقص 1 1 5. فأجرينا هاي العملية I غطينا على العمود والصف، بصير عندي ناقص 2 في 5 ناقص 10 ناقص خلينا نحكي ناقص 10 في 1 ناقص 10، بصير ناقص الناقص موجب، يعني هذا السطر الاول بصير ناقص 10 زائد 10 ويساوي صفر. ناقص جي بنحط الثانية، بنغطي على الصف الاول والعمود الوسط، بصير عندي 2 في 5 10 ناقص ناقص 10 في ناقص 1 كمان 10، اذا بيعطيني نتيجة 0 كمان. بعدين كي اخر وحده، بصير عندي بنغطي على الكي، بنغطي على الكي العمود والصف تبعها، بصير 2 في 2 2 وناقص 1 في ناقص 1 ناقص 2 في ناقص 1 كمان 2، 2 ناقص 2 يساوي 0. اذا الجواب الكلي لهاي الاي كروس بي بيعطيني 0. ماذا يعني هذا الكلام انه اي فيكتورين الكروس برودكت لهم 0؟ طبعا زين ما انتم ملاحظين الماجنتيود لهم مش 0، اللي هو جذر التربيع الى 2 تربيع زائد 2 تربيع زائد 10 تربيع اللي هي 4 و 4 8 100 108، جذر ال 108 الماجنتيود للاول، نفس الشيء الماجنتيود للثاني اللي هو جذر الواحد وواحد اثنين و 25 جذر ال 27. فالماجنتيود لهم ما بيساوي 0، فاذا اصبحت انه ساين ثيتا هي اللي بتساوي 0،
ساين ثيتا بتساوي زيرو، ثيتا بتكون يا اما زيرو يا اما باي، هذول الزاويتين اللي ساينهم بتساوي زيرو اللي هي الصفر وال 180 درجة. إذا نستنتج إنه الفيكتور A والفيكتور B يا اما باراليل نفس الاتجاه أو أنتي باراليل بيناتهم زاوية 180 درجة. طيب نيجي على سكشن 1.7 من هذا الكتاب اسمه اللي هو التريبل برودكت. في عندي نوعين من التريبل برودكت، تريبل يعني ضرب ثلاث أشياء يا اما كروس يا اما دوت. فاول نوع من انواع التريبل برودكت هو التريبل سكيلر برودكت، اذا اللي بيعطيني الكميه الحاصله عن ناتج هذا التريبل هو كميه سكيلر، لانه احنا بنضرب الاي هنا فيكتور دوت اللي هي دوت برودكت في الفيكتور الثاني اللي هو بي كروس سي، يعني هذا بي كروس سي بدنا نحسبه فيكتور بعد ما نعمل له الكروس برودكت، ولما نعمل له دوت برودكت مع اي بده يعطيني كميه سكيلر. اذا دي هنا انا مش حاط فوقي سهم ليدل انه سكيلر كوانتيتي. طيب هذا طبعا حسابه زي ما اول شيء حسابه، طبعا بنقدر نثبت انه A دوت B كروس C بيساوي هذا الكلام، بدال شفتوا لما عملنا A كروس B حطينا بالسطر الاول I J K، هون لما نعمل دوت برودكت مع الA بنحط بهاي الديتيرمنت الصف الاول الكومبوننت للA اللي هي AX و AY و AZ، والسطر الثاني الكومبوننت للB والسطر الثالث الكومبوننت للC، وبيطلع معنا هذا هو اللي خلينا نحكي الدوت برودكت تريبل دوت برودكت تريبل سكيلر برودكت اللي هو دوت برودكت، بس مع المحافظه محافظه الترتيب A B C A دوت B كروس C، يعني كانه البي والسي بين قوسين. طيب هسه هاي خلينا نحكي اذا عملنا سيركوليشن، يعني عملنا لف، يعني جبنا هاي السي اللي هي في الاخير وحطيناها في الاول، فعملنا سي دوت A كروس B، محافظين احنا على الترتيب، يعني بس جبنا سي لفيناها وحطيناها في المركز الاول اصبحت هي في المركز الاول و A في المركز الثاني و B في المركز الثالث، بس بدنا نعمل بين ال A وال B cross product، صارت عندي C dot A cross B. وبعدين الخطوة الثالثة جبنا ال B كمان ردينا لفيناها كمان مرة وحطيناها بالاول قبل ال C، فصارت عندي B dot C cross A. هذول الثلاثة بيعطي نفس الجواب طبعا بدون اثبات. هاي العملية بنسميها سايكليك، مع المحافظة انه بعد الفيكتور الاول يجي دوت برودكت، فعبارة عن A دوت B كروس C، بنعمل عملية دورانية، بنحط اللي في الاخير في المركز الاول وبنعمل له دوت الثاني كروس الثالث وهكذا، فهذا بيعطينا نفس الجواب. في ميزة اخرى للدوت برودكت انه لو بدلنا بين الدوت والكروس كمان بيعطينا نفس الجواب. هون لو عملنا A كروس B بدل A دوت B كروس C، عملنا اول شيء A كروس B بعدين عملناها دوت برودكت مع C، يعني بدلنا بين الدوت والكروس كمان بيعطينا نفس الجواب، لانه احنا بنعرف انه عملية ال A دوت B يعني دوت برودكت هو عبارة عن عملية تبادلية، يعني لو جبنا خلينا نحكي الفيكتور الاول، يعني هون A طيب اذا هون A دوت B كروس C حكينا لو بدلنا عملنا A كروس B بعدين دوت C، لو بدلنا بين الدوت والكروس بيعطينا نفس الإجابة. طبعا ما هو هذا التريبل برودكت؟ هو مساحة هذا اللي هو متوازي الأضلاع، شايفين متوازي الأضلاع اللي هو شكله زي المكعب، بس هو مش مكعب وإله، يعني خلينا نحكي قاعدته هي عبارة عن متوازي أضلاع، هذا بسموه متوازي مستطيلات، ف اللي هو بالانجليزي parallel pivot. فلاحظوا انه عندنا ال A ال B وال C بيناتهم زاوية ثيتا، هذول بنعمل بيناتهم cross product، وبعد ما نعمل بيناتهم cross product طبعا الكروس برودكت شو بتعطيني؟ بتعطيني مساحة الايش؟ القاعدة. مساحة القاعدة لما عملها دوت برودكت مع ال A اللي هي A دوت مساحة القاعدة اللي هي B cross C بتعطيني الحجم، حجم متوازي المستطيلات اللي موجود عندي في الرسمة. طبعا هذا الحكي انه يعني هذا بدلك على هاي انه لو بدلنا بين الدوت والكروس، يعني لو عملنا الـ A كروس B اولا، الـ A كروس B اللي هي خلينا نحكي الضلع، هذا الضلع اللي انا مش عارف اذا المؤشر باين، في عندي هنا الفيكتور A والـ B، بيكون هذا السطح اليسار هو اللي هي عبارة عن حاصل خلينا نحكي مساحة السطح اليسار، ونعمل له كروس برودكت مع دوت برودكت مع السي بعطينا حجم هذا متوازي المستطيلات، يعني هاي العملية كلها بتعطيني حجم متوازي المستطيلات، لهذا نستطيع ان نستبدل بين الدوت والكروس. طيب
في شغله ثانيه هسه، لو بدلنا بين البي والسي بيعطيني اشاره سالبه، لانه زي ما قلنا الكروس برودكت بيعطي اشاره سالبه اذا بدلنا. فلاحظوا انه هون اذا كانت اي دوت سي كروس بي بتنعكس الاشاره بتصير سالبه. ناخذ اكزامبل بس توقع على المحاضره الثانيه لانه هذا